الصين هي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، فهي تضم 1,400,000,000 نسمة، أي 5 سكان العالم. وهي أيضاً إحدى أكبر الدول من حيث المساحة، التي تبلغ 9,600,000 كيلومتر مربع، أي أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد روسيا وكندا والولايات المتحدة. والصين هي ثاني قوة اقتصادية عالمية بعد الولايات المتحدة، على الرغم من أنها شهدت تباطؤاً في النمو منذ العام 2009. أما شركاء الصين في التجارة فهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول رابطة جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية. قوة الصين عسكرية أيضاً، فجيش التحرير الشعبي الصيني يضم أكثر من 2,000,000 عنصر ويستحوذ على ثاني أكبر ميزانية عسكرية بعد الولايات المتحدة. والصين على المستوى الدولي هي أحد الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، وتتمتع بالتالي بحق النقد، غير أن عدداً من الدول لا تنفك تواجه الانتقادات حول انتهاكات الصين لحقوق الإنسان وسجنها للناشطين ورقابتها على الإنترنت ودعمها لأنظمة كنظام كوريا الشمالية وإيران وسوريا وزيمبابوي والسودان. ولكن لازدهار البلاد الاقتصادي مساوئه، فالصين أكبر مستهلك للفحم، وهي بالتالي أسوأ الدول الملوثة بغازات الدفيئة ومسؤولة عن نحو 25% من الانبعاثات العالمية.